للسيد رئيس المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكيات، فضلوا السيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، السادة الوزراء. اليوم ونحن نتابع في المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية الأوضاع في فلسطين المحتلة، والتي تميزت اليوم بصورتين متناقضتين. من جهة تم اليوم فتح السفارة الأمريكية بالقدس والاحتفال بهذا الحدث بحضور ابنة الرئيس الأمريكي، ومن جهة أخرى صورة مؤلمة مجزرة في حق الشعب الفلسطيني بوفاة أزيد من 50 فلسطيني من بينهم أطفال. اليوم نطالب جميع المنتظمات الدولية والحقوقية أن تعبر عن موقفها على هذا الإجرام في حق الشعب الفلسطيني. نثمن موقف رسالة جلالة الملك من أجل حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. وفي هذه اللحظات الحرجة كذلك نطالب، لا يمكننا إلا إدانة ممارسات الاحتلال بكل ما يلزم من عبارة الإدانة والاستنكار. نطالب كذلك في هذه اللحظات من الدول العربية والمنتظمات الدولية أن يعبروا عن موقفهم الصارم. نطالب كذلك من الحكومة المغربية موقفها من التطبيع، لأن المنتجات والاستيراد وترويج المنتجات الإسرائيلية في المغرب في تصاعد. سيكون عندنا موقف واضح بدون اختباء، بدون الكلام بوجهين. اليوم حان الوقت أن يكون لنا موقف موحد كموقف جميع الأحزاب بالنسبة للصحراء المغربية، كذلك على جمع كلمتنا بالنسبة لقضية فلسطين. نخشى كذلك اليوم أن يزيد نقل هذه السفارة توترات في الشرق الأوسط. اليوم مع الأسف رغم العلاقات الطيبة بين الشعبين الأمريكي والمغربي، أمريكا اليوم أصبحت جزءا من المشكل وليس جزءا من الحل، وفقدت دور الوساطة. اليوم على المجتمع الدولي القيام بدوره والتحرك من أجل إيقاف عدوانية إسرائيل المتصاعدة. ونطالب بعقد جلسة في البرلمان للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وشكرا. شكرا سيد الرئيس.